السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جميع المتدربين والمتدربات الكرام. إذا في هذا الحصة إن شاء الله غادي نستأنفوا داكشي اللي كنا بدينا في الحصص اللي قبل على واحد التيبي ديال لاكسيس. دونك في هذه الحصة إن شاء الله وصلنا لابارتي الثالثة والأخيرة في هذا التيبي هذا اللي هو هاد لي غوكيت هذا غادي خصنا نجاوبوا عليهم. دونك نتوما غادي تكونوا مسبقا لا باز دو دونسي بتوع بلا ستريكتور اللي شرحنا في الحصص اللي سبقوا، وبالنسبه للعمار يعني لي زانفورماسيون ديروا نتوما لي زانفورماسيون من عندكم. وبالنسبه لهاد لا باز دو دون اللي غنخدم عليها انا دابا، راه غادي نخلي لكم يعني اللين ديال تيليشارجمون ديالها في الديسكريبسيون في التحت، يعني ممكن تيليشارجيوها، راه فيها بعض لي زيكزامبل مزيان. دونك هنا ان شاء الله غادي نشوفوا هادو حاجه بحاجه كيفاش غادي نقدروا نجاوبوا عليهم هاد لي غوكيت هادو. دونك عندي لا غوكيت الاولى اللي كتندرج تحت السؤال الخامس، اللي هي نصيب واحد لاغوكيت كتافيشينا سي ان لو نوم البرينوم ديال الكليون. دونك هادي راه قمة البساطة، الكرياسيون ديال شي غوكيت اللي بغيت نصيبها فين كنجي لونغ لي كريي، كنجي كرياسيون دو غوكيت، من بعد غادي نجي شكون لا هو لا طاب اللي غادي نخدم به. هنايا راه بغيت نجيب لو سي ان لو نوم البرينوم ديال الكليون، اذا هاد لي زانفورماسيون بثلاثة فين كاينين في لا طاب ديال الكليون. دونك غادي نجي الكليون بوحدو هو باش غادي نخدم، كليكيت عليه غير دوبل كليك، هادي تأجوت هنا. دونك شنو اللي بغيت؟ بغيت سي ان دوبل كليك، بغيت لون نوم دوبل كليك، برينوم دوبل كليك، مزيان اكزيكيتي. دونك مزيان هانتوما كيما كتلاحظوا افيش عليا كاع لي زانفورماسيون هنايا. كاين واحد الملاحظة بسيطة، هي انه بعض المرات الى رديتو البال الاسماء لي كولون اللي عندي انا في هاد لاطابل ديال الكليون، فكاين سي ان، كاين لون نوم سميتو انا ان ام، و برينوم سميتو بي ار ان، ولكن في لافيشاج ما بغيتهمش يبانو بحال هاد الشكل هذا. الطريقه باش نقدر نشونجيهم في لي غوكيت ساهله، غادي نجي مثلا هاد ان ام ما بغيتهاش تبان ان ام، ان ام خصها تبقى هنايا كالسميه ديال لو شون اللي غنسيليكسيون منو لي زانفورماسيون، ولكن بغيتها تبان بشي سميه اخرى. دونك قبل منها غادي نكتب ديك السميه اللي بغيت وجوج النقاط فقط. دونك مثلا غادي نكتب النوم جوج النقاط اونطري، اذا غادي ندير اكزيكوتي. دونك كما كتلاحظوا مشات ان ام ولات نوم، ولكن في الخلفيه راه الا رجعنا لهنا راه في الحقيقه هو كيسيليكسيوني من ان ام اللي هو السميه الحقيقيه ديال الكولوم. دونك هنايا غادي ندير انغوجيستري، هادي نسميها مثلا بخمسة السميه ديال السؤال انغوجيستري، مزيان. الثاني مطلوب منا كري واحد لاغوكيت كتافيشينا لو نوم والبرينوم سي ان ديال شكون ديال لي كليون، ولكن اللي في غابه. اذا تقريبا هي نفس لا روكيت الاولى، غير هنا غادي نزيدو الكونديسيون ديال الغابه. اذا هنا غنشوفو عاوتاني حاجه جديده وبسيطه في نفس الوقت، هي الا عندي واحد لا روكيت وبغيت نصيب روكيت اخرى كتشبه لهذه كاين واحد الاختلاف بسيط، اذا نقدر نكوبي كولي لا روكيت. غادي نجي لا روكيت اللي بغيت ندير لها كوبي كولي، كليك عليها مره واحده كونترول سي كونترول في. ملي كندير كونترول في كيقول لي لاكسيس شنو بغيتي تسمي هذيك لا روكيت، انا راه غادي نقول لك سميها كوبي دو ديك السميه اللي كانت في لاغوكيت الاصليه. تقدر انت تمسح داك الشيء ونقول لي مثلا هي 6 نسبه للسؤال اللي هو 6. اوكي دونك ندخل مود كرياسيون ديالها، شكون اللي بغينا؟ بغينا سي ان لو نوم برينوم ديال ما ديال لي كليون اللي في غابه، اذا غابه هي لا فيل في الحقيقه، وهنا راه مطلوب منا نافيشيو غير سي ان لو نوم والبرينوم ماشي لا فيل، ولا فيل داخله في الكونديسيون. اذا بمعنى داخله في كونديسيون غادي نكليكي عليها انا تنزل لهاد لاكغي اللي في التحت. من بعد غنطبق على الكونديسيون اللي هو الكريتير، الكريتير خصهم يكونوا الناس اللي في غابه. دونك غادي نكتب غابه وتكون وسط الكييمي الا درت اكزيكوتي. دونك مزيان، ولكن كاين واحد الاشكال، ان هاد غابه بانت عندي انا ما بغيتهاش تبان، صحيح بغيت ندخل لا فيف كونديسيون ولكن ما بغيتهاش تافيشا. دونك غادي نجي المود كرياسيون ديال هاد هاد لاكوكيت هادي، وهنايا هاد لو شون ولا هاد كورون ديال فيل داخل فيه كونديسيون ولكن ما بغيتيش تافيشا. دونك هاد لا لين ديال افيشي غنديكوشي عليه، هو راه غادي يكون مكوشي بحال هاد الشكل، فانا غادي نديكوشي عليه اكزيكيتي. دونك مزيان انغوجيستري ونسد هاد الشيء. لاكوكيت التالتة اللي هي نورمال برينوم ديال لي كليون اللي من غابة ومن اكادير في نفس اللحظة، يعني الناس اللي في غابو في اكادير. اذا غادي ندير كوبي كوليني نفس لا غوكيت، دونك غادي نسميها 7. ندخل مود كرياسيون ديالها، لكن هنا بغيت ديال غابو ديال اكادير. اذا هنا الحل اشنو غادي ندير؟ غادي ندير غابة اند وسط الكيمي اكادير. اذا اكزيكوتي بلاتي هنايا عفوا هنا كاين واحد الخطأ انتوما وقيلا كره تبعتوني. هنا كاين واحد الخطا، هنا ما يمكنش ندير ما نديرش انت. علاش؟ لان الا درت انت راه اصلا
ماشي منطقي، ما يمكنش شي واحد يكون من غابة ومن اكادير في نفس اللحظة. دونك هنا عند هذه اللي غنكتب بحال هذا الشكل غادي تكون بحال هكا، غادي نكتبها حيت انا مشيت مع السكيل، لان في السكيل كنكتب هذيك عين. دونك هنا ما خدامش بالسكيل، غنكتب اكادير الاولى هنا والناس اللي في اكادير وفي غابة. دونك هنا خصهم يكونوا حتى ماشي خصهم، وانما غير تلف اكادير يجي، ولا بطريقة اخرى اللي في اكادير يجيني واللي في غابة يجيني. دونك في غابة هو درنا، باقي لنا ديال اكادير، ما غاديش ندير هذيك الطريقة الاولى. دونك غادي نجي لهنا لتحت وغادي نكتب اكادير وسط لقيمي. كانت مثلا ناس اخرين مثلا ديال كازا خصهم حتى هما يجيو، فغادي ننزل لتحت وندير كازا. ولا نقدر ندير واحد الطريقة الى هنا، ما الى بغيت نخدم بلوبيراتور لوجيك ما غاديش كنخدم باند اللي درت انا ديك الساعه، راه خطيت فيه، ما غاديش ندير اند، غادي ندير اور وندير اكادير. بلاتي اكادير ناقصني واحد دي اكزيكيتي. دونك مزيان انغوجيستري نسد هادشي. شكون اللي باقي اخر؟ واحد لا روكيت افيشينا لو نوم برينوم سي ان، ولكن ديال لا فيل اكادير وان سكان، يعني جوج ديال المدن تقريبا راه نفس الحل. اذا هذا بلا ما يعني بلا ما نعاودو، كري واحد لا روكيت كتافيشينا سي ان لو نوم برينوم ديال لي كليون لي لي نوم ديالهم كيبداو ب ا، الاسماء ديالهم ولا الكنيات ديالهم كيبداو ب ا. اذا هادي كوبي كولي عاوتاني، لان نفس لا روكيت تقريبا. دونك هادي هادي عفوا هادي تكون 9 ماشي 8، لان 9 فتناه حيت كيشبه نيت السؤال 7. دونك ما كاينش نضيعو الوقت، مود كرياسيون مطلوب منا الناس اللي كيبداو بافلو النوم ديالهم. اذا هنا لا فيل ما محتاجوش، غادي نكليكي عليه ونسيبريمي لو نوم، غادي نجي لهنا الكريتير وغادي ندير لايك وفاس ولا اسباس وسط الكيمي. غادي نقول لي دابا لا فالور اشنا هي اللي هي ا، علاش هما خصهم يبداو ب ا والاخر ما عرفناش. دونك غادي ندير نجمه فندير هنايا وغادي نسد الكيمي، او راه نجمه راه ضروري تكون تماك، لان قلنا لي هو راه قلبها هنا من لايك لكم، لايك راه باللونجلي وكم بالفرنسي. دونك راه بحال بحال ا، قلت له دير الحرف الاول عرفتو اللي هو ا والباقي ما عرفتوش، يعني كاع الناس اللي كيشبهوا لهاد هاد لا ستريكتور اللي حطيت لك هنايا في لو نوم ديالهم جيبهم ليا. دونك غادي ندير اكزيكيتي، ها هو جابهم مزيان. اللي كيبداو بأب بطبيعة الحال هي هاد علاوي وهاد عزاوي. دونك انجستري لا روكيت الاخرى، الناس عاوتاني نفس الشيء، ولكن الناس اللي كيبداو ببي وتابعاها او، الناس اللي كيبداو ببي او او، يعني بطريقة اخرى الناس اللي كيبداو بي او. دونك تقريبا نفس لا روكيت، غادي نسميها 10 هنا بي او او. دونك غادي نجي لهاد البلاصة هادي بي او والباقي ما عرفتوش. دونك غادي ندير نجمة اكزيكيتي، ما كان عندي حتى شي واحد كيبدا بي او، راه الا جيت دابا لهنا الكليون في لو نوم ديالو ما كان حتى شي واحد كيبدا بي او، داكشي علاش ما عطاني والو. اونجستري نحيد دابا هادي، عاوتاني نفس الشيء، ولكن هاد المرة الناس اللي كيبداو ب أ و بي، الناس اللي كيبداو ب أ و بي هنا ماشي أ تبعها بي، هنا راه الناس اللي كيبداو الحروف لي النوم ديالهم بحرف أ، ولا الناس اللي كيتبعو اللي الأسماء ديالهم كيبداو ب بي، يعني هاد الناس بجوج غادي يجيوني من غير هاد الناس، ولا بطريقة أخرى الناس اللي كيبداو سميتهم بشي حروف من غير أ و بي فما غاديش يجيوني. إذا هنا الحل تقريبا نفس الحل الاولاني، غير ندير هنا 11 غيكون غير واحد الاختلاف. فقلنا هنا الناس اللي غادي يكونوا كيبداو ب ا، اذا هنا ا والباقي ما عرفتوش، و حتى الناس اللي كيبداو ب بي. اذا هنا يا اما غادي ندير اور وندير عاوتاني كوم ولا لايك عاوتاني بي نجمه وسط الكيمي، ولا نجي لهنا لتحت وندير عاوتاني لايك ولا كوم. وانا كنفضل هنا الكتابه بالانجليزيه كتكون افضل، بي حيت الحرف الاول عرفتو الباقي ما عرفناش اللي هو غادي نديرو نجمه هو باش كنعبرو عليه. نسدو الكيمي، اذا كما كتلاحظوا الناس اللي كيبداو بي وب ا هما اللي جاوني فقط في لي نوم ديالهم. انجستري شكون اخر اللي كاين كريين روكيت افيشي لو نوم برينوم سي ان دائما للناس اللي عندهم هاد المره تقريبا نفس لو تيب ديال لا روكيت، ولكن الناس اللي في السميه ديالهم كاينه ا ال داو لو نوم، يعني اللي في لي نوم ديالهم كاينه ا ال في الوسط ديال النوم ديالهم.
اذا هنا شنو غادي ندير؟ غادي نجي هذا كنترول في غادي نسميها 12. اذا في النوم ديالهم كاين شكون؟ كاين ا و ايد. اذا غادي ندير لايك عفوا لايك اسباس وسليمي غادي ندير نجمه وغادي ندير ال نجمه. علاش درت بحال هكا؟ لان نجمه قلنا كتعبر لينا على ان واحد هاد البلايص ما عرفتهمش. دونك الاول انا راه ما عرفتوش، والوسط راه عرفتو كاينه فيه ال، والباقي الاخر ما عرفتوش دونك درت فيه نجمه. اكزيكوتي دونك فعلا هو جاني علاوي. علاش؟ لان في الوسط في الاول ديالو كاين عنده ال. دونك انا انريجستري فيرمي. شكون اخر اللي غادي يجي؟ ولا شكون اخر؟ ولا شكون لا روكيت الاخرى؟ كريي روكيت كي افيش سي ان نوم برينوم دون لي نوم كومونسون بار ا اي تيرمينو ا. دابا غادي نافيشو حتى نفس النوع ديال لي روكيت، ولكن هاد المره الاسماء كيبداو ب ا وكيساليو ب اي. كيبداو ب ا وكيساليو ب اي. دونك تقريبا راه نفس، يعني نفس الشيء، ما كاينش شي فرق. غادي تبدل لي الكريتير دائما. كيبداو ب ا وكيساليو ب اي. اذا هنا وسط لايك ولا كوم غادي ندير ا حيت الحرف الاول عرفتو، الوسط ما عرفتوش، والاخر عرفتو اللي هو اي. اونطري اكزيكوتي. دونك فعلا ها هما جاوني الناس اللي كيبداو ب ا وكيساليو ب اي في لي نوم ديالهم. انريجستري شكون اللي بقى؟ مزيان. دابا مزيان وصلنا لواحد النوع شويه طالع في النيفو اللي هو نافيشيو كود سي ام تي والنوم ديال الكليون البرينوم ولانتيتي ديال البرودوي والتوتال. اوكي اذا هذا روكيت اخرى. غادي نجي الكرياسيون هنا كريي كرياسيون دو روكيت. دونك باش تنعرف لي طابلي غادي نخدم على حسب شنو مطلوب مني. هنا مطلوب مني كود سي ام تي. كود سي ام تي ملي غادي نجيبو من كوموند. اذا نحتاج طابل كوموند لو نوم و البخينا ملي غادي نجيبو من كليون. اذا غنحتاج طابل كليون. انتيتيلي برودوي ملي غادي نجيبها؟ غادي نجيبها من برودوي. بقى الاخر اللي هو التوتال. التوتال ما غادي يجي حتى شي واحد في هادو، غادي تحسب. وهاديك فاش غادي تحسب غادي نشوفو دابا كيفاش غادي نديرو لي. دونك غادي نرتب بعد هادشي. كود سي ام تي تحط هنا، لو نوم برينوم تا هما، و انتيتيلي غادي تحط هنا. بالنسبه باش نعاود نذكر الاسماء لي كورون الا بغيت نشونجيهم، راه كندير كنجي لهنا الفوق كنخلي السميه ديالو هي قبل منه، كندير السميه اللي بغيتو يبان بها وكندير جوج النقط فقط. مزيان. دابا خصني التوتال. دابا راه الا درت اكزيكوتي هو مزيان فعلا هادشي جاني، ولكن باقي خصني التوتال. كيفاش غادي ندير ليه التوتال؟ غادي نجاوب عليه بهذه الطريقه هذه. غادي ندير كورون دابا جديد، ولكن هذه المره انا اللي غادي نصيبو بواحد الميلونج وغنصيبو بيزي هذه المره. يعني ما غاديش يجيني من شي روكيت ولا من شي طابل ولا. ومنين غادي يجيني التوتال؟ التوتال هو البري انيتير اللي بي ار اي اللي كاين فين في برودوي، مضروب في شكون؟ مضروب في كي تي او اللي كاين فين في كوموند. دونك كيفاش غادي ندير بحال الشكل؟ غنقول له اودي شوف راه برودوي السميه ديال الطابل برودوي بوان شكون بوان بي ار اي، يعني البري انيتير مضروب اللي هو نجمه في شكون؟ في كوموند بوان اش نقطة. هنا كوموند سميت لا طابل، نقطة هي السمية ديال لوشون دابا اللي كاين في كوموند اللي بغيت نقصد اللي هو كي تي او. اونطري نشوف هاد الشيء واش يعني فعلا صحيح ولا خطا. اكزيكيتي دونك هو جاب لي هنايا شي ارقام. واش هاد الشيء صحيح ولا خطا؟ دونك غادي نفيريفي سي ام تي واحد عطاني فيه 40 في التوتال. ارى لي نشوف هاد الشيء واش صحيح ولا لا. نشوف شكون هو البرودوي اللي مشى في سي ام تي في سي ام تي واحد اللي هو برودوي واحد. غادي نرجع نشوف شحال كونتيتي سي ام تي واحد مشى فيه بي ار تي واحد و الكونتيتي مشات جوج. دابا غادي نرجع برودوي ونشوف بي ار تي واحد كيسوى 20. 20 مضروبه في جوج اللي هي الكونتيتي دونك غادي تعطينا 40. درنا هادشي صح. اشكال واحد بسيط اللي بقى دائما اللي هو هاد اكس بي ار اللي جاتني هنا بار ديفو ليكسي لاكسيس هو اللي كيأجوتي هنايا. كيفاش نحل هاد المشكل؟ كليكي هنا ندير مود كرياسيون. غادي نحل بديك الطريقه اللي شرحت لكم قبيلات قبل لو شون. راه هنا ديجا هو دار هذوك جوج نقاط. دونك قبل جوج نقاط نكتب ليه مثلا التوتال الاسم ديال لو شون اللي بغيت يبان به. اكزيكوتي دونك مزيان هو كيبان بالتوتال. اذا هذا مسمار وطرقنا كما تيقولوا. فهاد لا روكيت شنو هو اسمو ديالها؟ هو هو 14 على ما اظن. هو 14 مزيان. انريجستري من اجل التاكيد.
لا روكيت الاخرى كري روكيت حتى هي مزيان كتافيشي لو نوم سي ام تي لو نوم البرينوم ديال الكليون انتيتي لي توتال ولكن ديال لي كوموند ديال 2018. اذا هادي غادي تكون تقريبا كوبي كولي عاوتاني غادي تكون هادي 15 لكن هادي غادي تكون ديال شكون هاد المرة ماشي كاع لي كوموند اللي غادي يجيوني حيت هنا غيجوني كاع لي كوموند انا بغيت لي كوموند ديال شكون ديال 2018 يدير الحل شنو هو 2018 على من غنطبق هذا دابا كونديسيون ولكن على من غيطبق ماشي على انتيتيلي ولا على بخينوم ولا خصو يطبق على شي حاجة اللي كتنتمي لنفس النوع اذا اللي كيتعمل نفس النوع هو شكون هو كود هو دات سي ام تي اذا خصني اجوتي هنا دات كوموند وغنجي نطبق عليه الكريتير والكريتير خص يكون لا دات كوموند كيساوي 2018 يدير الحل اشنا هو الحل هو هذا الحل اللي بروفيسيونيل غنخدم بلا فونكسيون اللي سميتها يير ولا اني بحال بحال وسط الاقواس الفونكسيون شنو كدير كنعطيها شي شون عبارة عن تاريخ وكترجع ليا منه هي غير العام بحال الشكل ديال اني في الاكسل اذا هنا لو شون اللي بغيت نقطع منه العام شكون هو هو دات سي ام تي دات سي ام تي ولكن هنا غادي يقدر يوقع في واحد المشكل دونك دات سي ام دي شنو غادي نضطر نكتب ليها السميه ديال لو شون كامل يعني سميت لا طاب فين كاين دات سي ام تي كاين في كوموند ها هو غادي نكليك على طابيلاسيون باش يدير هو لي كروشي بوان دات سي ام تي ها هو نكليك على طابيلاسيون باش يقاد ليهم لي كروشي نسد القوس ديال يير اونتري اذا هنا مازال ما ساليش لان هنا شنو غادي دار راه يلا غادي تهز غير العام الى درت اكزيكيتي لا عفوا هنا كاين واحد الخطأ حيت هنا راه يلا غادي تقطع غير العام دونك خصني نقول لها ودي راك خصو يكون كيساوي 2018 اونتري اكزيكيتي دونك مزيان انتم كما كتلاحظوا جاوني هي لي كوموند ديال 2018 ولكن الاشكال هو ان دات سي ام تي ما بغيتوش يبان صحيح بغيت ندخل في كونديسيون دونك ما بغيتوش يبان رجع مود كرياسيون كما درنا قبيلات وغادي نديكوشي على من على هاد لين ديال افيشي اللي كاين في هاد لاكغي هادي ولكن ديال من غير ديال دات سي ام تي انغوجيستري اكزيكيتي اذا كما كتلاحظوا فمزيان ما جانيش دابا هو دخل في كونديسيون ولكن يعني ما جانيش هنا انغوجيستري لا روكيت الاخرى واحد لا روكيت نفس النوع ولكن هذه المره كتافيشينا لي كوموند ديال 2019 اذا هادي تقريبا كتشبه يعني لا كوموند ولا اللي قبل منها غنبدلو الى 2018 ب 2019 كري ان روكيت كي افيش الكود ديال كوموند لو نوم بخينوم نفس الشيء توتال بوغ لي كوموند ديال 2018 اللي فوق واحد لا روكيت تقريبا نفس الشكل ديال روكيت كنترول سي كنترول في نسميها هادي 17 لان 16 نقزناها ولكن هاد المره كتافيشي لي كوموند ديال 2018 وشكون و2000 يعني 2018 الفوق اذا الحل اشنا هو الا رديت الباب فاش دخلت هنا شتي هو شنو دار حيت نورمالمون بحال هكا فاش خاصو يتكتب ديك لا فونكسيون ها فين كتبها هو اذا الحل اشنا هو هو نجي نقول ليه دابا غادي نحيد هادي باش يعني نحاول نشرح بطريقه تكون بسيطه غنعاود ناجوتي دات سي ام تي بحال هاد الشكل مزيان دات سي ام تي غادي نهز منه العام يير كوموند بالضبط دات سي ام تي هنا بوان دات سي ام تي مزيان وخاص العام يكون اكبر او لا كيساوي 2018 ما كاينش شي طريقه واحده كاين بزاف ديال الطرق الجواب على هذا السؤال هذا هاك دائما حنا الدور ديالنا هو التبسيط ديال الانفورماسيون اذا كما كتلاحظوا هو جاب لي ديال 2018 2019 و2020 بلاتي نعاود فيريفي مزيان شكون يبقى بقاو جوج لي روكيت هادو هاد 18 غادي نصيب واحد لا روكيت كتافيشينا لو نو النيميرو ديال الفاكتوره السميه ديال الكليون و البرينوم ديال الكليون دات فاكتور نيميرو دو ريغلومون و المونطون و دات ريغلومون دونك هادي غادي يكون عندها علاقه بزاف ديال لي طاب اذا هاد لا روكيت هادي غتافيشينا النمره ديال الفاكتوره السميه والكنيه ديال الكليون لا دات ديال الفاكتوره الرقم ديال الريغلومون يعني ديال الخلاص و لو مونطون شحال تخلص و دات ريغلومون انت تخلص هاد الشيء ديال شكون ديال لي فاكتور اللي هما غيغل يعني ديال الفاكتورات اللي تخلصوا فقط الفاكتورات اللي ما تخلصوش ما خصهمش يبانوا عندي اذا اول حاجه انا غادي ندير بكم واحد الاطلاله هنا على طاب الفاكتور اللي عندي عندي ثلاثه الفاكتورات واحد وجوج وثلاثه مزيان شكون هما اللي تخلصوا في ريغلومون الا رديتو البال تخلصت الفاكتوره الاولى والثانيه الفاكتوره الثالثه ما تخلصاتش ما دارتش فيها حتى شي ريغلومون
اذا هنا شنو غادي ندير، غادي نجي نكري كرياسيون دو روكيت. هنا علاش وريتكم هادشي باش تشوفوا الريزلتا ملي غادي تبان، باش تربطوها بهادشي اللي وريتكم. دابا شنو غادي ندير، غادي خصنا نيميرو دو فاكتور. نيميرو دو فاكتور فين كاين؟ في طابل فاكتور. اذا غادي نكليك على طابل فاكتور. شكون اخر غادي يخصني؟ لو نوم والبرينوم ديال الكليون فين كاينين؟ هادو كاينين في كليون، كاين في كليون. اذا غنكليكي على كليون مزيان، لكن كليون دابا بحال هاد الشكل ما غاديش يجيني. علاش؟ حيت ما كنتش علاقه بين فاكتور وكليون، ولكن اللي حسن الحظ هنا مطلوب منه واحد لوشون ولا ديشون اللي هاد لا طابل فين كاينين كيربط ليا ما بين فاكتور وكليون، اللي هو شكون؟ اللي هو ريغلومون. اذا لا رديتو البال، ريغلومون عنده علاقه مع كليون ومع فاكتور، دونك نقدر نحصل على النوم والبرينوم بكل بساطه. شكون اللي تبقى اخر؟ كنظن صافي تقريبا هادشي اللي تبقى. اذا غادي خصني لو نوم دو نيميرو دو فاكتور ولو نوم والبرينوم ديال الكليون. اذا غادي ندير فيرمي. اذا كما كتلاحظوا هنا فريغلومون لحسن الحظ كيربط ليا بيناتهم بجوج. اذا غادي ندير ان فاكتور لو نوم والبرينوم غادي يكونوا في كليون. شكون اخر اللي باقي؟ دات فاكتور نيميرو دو ريغلومون. دات فاكتور غيكون في فاكتور، ها هو نيميرو دو ريغ ولا دات ريغلومون. ان ريغلومون، نيميرو دو ريغلومون. دونك كليكي دوبل كليك. فشكون اللي باقي اخر؟ المونطون دات ريغلومون، المونطون و دات ريغلومون، مونطون و دات ريغلومون. اذا اكزيكوتي، ها هو فعلا جاب لي هاد لي زانفورماسيون. ولكن هنا السؤال قال لك دير لي اسمهم لي فاكتور اللي هما ريغلي، يعني اللي مخلصين فقط. اذا هادشي اللي درت فراه فعلا ما غنزيد عليه حتى شي حاجه اخرى، غيجيب ليا غير لي دوني ديال لي فاكتور اللي هما ريغلي. الى درت اكزيكوتي ففعلا شكون اللي جاب ليا هنا ان فاكت؟ الا لاحظتوا واحد او جوج. ولا جيت انايا هنا للطاب ديال ريغلومون، ولا جيت ليه فشنو كاين عندي؟ كاين عندي الفاكتوره واحد وجوج هما فقط اللي مخلصين. علاش باش عرفتهم انا مخلصين؟ حيت كاينين في لاطاب ديال ريغلومون، حيت راه طاب ريغلومون فيه غير الحوايج عندهم علاقه بالخلاص. اذا لي فاكتور اللي ما مخل لي فاكتور اللي ما مخلصين ما غاديش يبانو في لاطاب ديال ريغلومون. بحال شكون؟ بحال لا فاكتور 3 3 هاهي هذه ما كايناش هنا. علاش؟ انا ما مخلصهاش. اذا ما جابتهاش لا كوكيت، دونك هادشي راه صحيح. انغوجيستري اشنو هو هذا؟ 18. دابا غادي ندير 18. لكن دابا اللي صعيب واحد شويه هو هذا، ماشي صعيب انما هي خص تردوا ليه البال. هاد الاخر هذا تقريبا نفس لي زانفورماسيون اللي غادي يجيوني، ولكن ديال لي فاكتور اللي ماشي ريغلي. انا تعمدت نكتب هذا السؤال هذا بهذا الشكل هذا، لكن هذا السؤال في الحقيقه هو مجرد فخ. علاش؟ حيت كاين فيه شي حوايج ماشي لوجيك، ما يمكنش نعرفوا مثلا المونطون ديال واحد ديال واحد الفاكتوره شحال تخلص، شحال تخلص فيها، وحنايا عارفينها هي راه با ريغلي، يعني ما مخلصاش. اذا شي حاجه اللي هي ماشي لوجيك. دونك هنايا كاينين دي شون ما خصهمش حتى نخدموا بيهم. علاش؟ حيت السؤال اللي تبعته غادي يفون دي بيك، لان ماشي شي حوايج اللي هما شي حوايج ولا هاد بحال دات مونطون ودات فاكتور و نيميرو دو ريغلومون، هادو ماشي لوجيك ما خصهمش يكونوا. علاش؟ لان هنايا في هاد لا روكيت هادي الدور ديالها تافيشي ليا لي فاكتور اللي هما ريغلي، يعني الفاكتورات اللي تخلصوا والفاكتورات اللي عفوا اللي با ريغلي، اللي ماشي اللي ما تخلصوش. والفاكتورات اللي ما تخلصوش راه ما يمكنش يكون عندهم واحد المونطون وواحد نيميرو دو ريغلومون وواحد لا دات فين تخلصوا، هادشي راه ما يمكنش يكون عندهم. اذا كنتمنى تكون الفكره يعني وصلتكم. دونك هذا شنو هو الحل؟ الحل غادي نصيب روكيت دابا من الاول، كرياسيون دو روكيت. اذا شنو خاصني؟ خاصني دابا بعدا بالنسبه للنيميرو دو ريغلومون والمونطون دو ريغلومون هضر، ما غاديش نخدم بهم. علاش؟ لان هادو راه ما غيكونوش كخصائص تابعين لشي فاكتوره ما مخلصاش. اذا شكون اللي غادي نخدم به؟ هو نمره الفاكتوره، السميه والكنيه ديال الكليون ولا دات ديال الفاكتوره. دونك شكون اللي غيخصني؟ غيخصني كليون والفاكتوره. اوكي مزيان، خصني قلنا نمرة الفاكتورة، السمية والكنية ديال الكليون، ولا دات ديال الفاكتورة. ولكن شكون اللي بغيت ديال شكون؟ غير ديال لي كليون ولا ديال لي فاكتور اللي هما با ريغلي، يعني اللي ما تخلصوش. الحقيقة خص تجيني واحد الفاكتورة. إلا درت اكزيكيتي هنا شتي هادشي ماشي صحيح. إذا خصني أنا لي فاكتور اللي خصهم يجوني اللي مازال ما تخلصوش. إذا اللي مازال ما تخلصوش
كاين واحد الحل، لكن واخا كاين واحد الحل قبل ما نعقد الامور، حيت كاين واحد الحاجه اخرى خصنا نردوا ليها البال، ولكن نشرحوا بعدا قضيه الفاكتورات اللي ما تخلصوش كيفاش نقدر نجيبهم. نقدر نعتمد على نمره الفاكتوره اللي كاينه فين في لاطاب ديال الفاكتور، حيت الى رديت البال جيت مثلا هنا لي غولاسيون، فالغولاسيون ما بين فاكتور و ريغلومون، فين هو ريغلومون؟ هنايا ها هو ريغلومون و فاكتور، دونك نمرة الفاكتورة كتمشي للريغلومون. اذا باش نقدر نعرف لي فاكتور اللي ما تخلصوش هما اللي عندهم نيميرو د فاكت، يعني ان فاكت ولا نمرة الفاكتورة ديالهم ما كايناش في هاد فاكت في ريغلومون. علاش؟ حيت لا كان شي نمرة الفاكتورة في ريغلومون اذا راه مخلصة، اذا هادي راه حاجة اللي هي باينة، دونك خاصني نقلب على لي فاكتور ولا الفاكتورات اللي ما كاينش النمره ديالهم فين في لاطاب ديال الريغلومون. اذا هذا واحد من الحلول اللي مخيرين وساهلين وبروفيسيونيل في نفس الوقت باش نقدر نعرف لي فاكتور لي با ريغلي، يعني اللي ما مخلصينش. ولكن كيفاش غادي ندير ليها باش نقدر يعني نجيب هاد لافورماسيون هادي؟ هنا نقدر نخدم بزاف ديال الحلول. غادي نجرب الحل الاول اللي هو نوت ان، هذا راه ديجا وقيلا هضرنا عليه. نوت ان غادي نقول لها ودي دابا جيب لي يعني هاد لي زانفورماسيون، ولكن عند واحد الكونديسيون اللي هو في لو شون ديال ان فاكت، خص هاد الكود يكون ما يكونش فين، ما يكونش في لا طابل ديال ريغلومون بالضبط لو شون ديال فاكتور. اذا غادي ندير نوت ان وصل الاقواس، هاد الفونكسيون اللي عقلتو عليها وصل الاقواس شنو غادي ندير؟ غادي ندير ريغلومون لو لا طابل بوان لو شون اللي هو فاكتور، يعني خص ان فاكت ما يكونش كينتمي لهادو اللي كاينين فين في لا طابل ديال ريغلومون. اونطري ندير اكزيكوتي ونشوف هاد الاول واش غادي تخدم ولا لا. اكزيكوتي دونك هاد الاولى شنو عطاني هنا؟ ريغلومون فاكتور. اذا هنا هاد الاولى هادي ما بغاتش تخدم، اذا فيها ما بغيناش ندخلو في لي ديتاي، حيت خصني دابا نقلب على فين كاين الاشكال بالضبط. واخا ما عندناش مشكل، حيت كاين بزاف د الحلول. دائما هنا الحلول اللي كندوي عليهم هي الساهلين. نقدر هنا دائما غادي نخدم بنوت ان. طريقه اخرى نقدر نخدم بالسكيل. السكيل ديجا شفنا فيه نتوما بالنسبه لكم هي واحد شويه اللي شفنا فيه نقدر نخدم به، وهذا غادي تكون كاع هي الطريقه اللي مزيانه بزاف. غادي ندير سيليكت، حيت خصني نسيليكسيوني كاع لي كود ديال الفاكتورات اللي كاينين فين في ريغلومون، ونجي نشوف هاد الكود ديال ريغلومون ديال كل مره لاغو كيت غتجيب لي شي عفوا ديال الفاكتوره، ديال كل مره غادي تجيب لي لاغو كيت واحد الفاكتوره، غنهز داك الكود ونشوف واش ما كاينش في توك لي كود اللي جبت انايا بهاد لاغو كيت هادي. هاد السو غو كيت دابا كاين غو كيت وسط غو كيت، وهاد لاغو السو غو كيت اللي غادي تصيب هنا شنو غادي يكون الدور ديالها؟ افيشي لي لي كود الفاكتورات اللي كاينين فين، الارقام ديالهم ولا النيميرو د فاكتور اللي كاينين فين، كاين في طاب ديال ريغلومون. انا خصني نقول هذا الشيء اللي غادي تجيب لي هاد لاغوكيت اللي كاينه هنا في الوسط، وهاد هاد الكبيره كلها هي غتافيشي ليا لي فاكتور بصفه عامه. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نقول هاد ان فاكت خاصو ما يكونش كينتمي لشكون، لهاد النيميرو ديال الفاكتورات، الارقام ديال الفاكتورات اللي غتافيشيهم ليا هاد لو سو غوكيت هادي، باش تقدر تجيبو شكون هاد لاغوكيت الكبيره هادي اللي كنصيب فيها. وهنا غير باش نقدر نافيشي لي كود ديال الفاكتورات اللي كاينين فين في لاطاب ديال الريغلومون، فغنخدم سيليكت اش فاكتور، حيت سميت داك لوشون سميتو فاكتور، فروم شكون لاطاب سميتو ريغلومون. دونك هنا ريغلومون هو عين سيليكسيون لو كليكي على طابيلاسيون باش يقاد ليه لاكسيس لي كروشي. ندير اكزيكوتي، اذا كما كتلاحظوا ها هو جاب ليا فعلا نمرة الفاكتورة، جاب ليا 3، يعني كيقول لي هاد الفاكتورة اللي الرقم ديالها هو 3 هو اللي ما تخلصهاش، ولكن هنا بقى كيجيب لي شي حوايج مخربقين. إذا هاد الحوايج المخربقين اشنا هو الحل ديالهم؟ الحل ديالهم الإشكال بعدا فين، علاش ترتب على المشكل ما بين كليون وفاكتور، حيت الفاكتورة وكليون ما بيناتهم حتى شي علاقة، ما كاينش شي غولاسيون بيناتهم. بني لاكسيس دار لهم العملية ديال جوينين، يعني ديال التقاطع ولا التكامل ديال لي زانفورماسيون اللي بيناتهم، ما لقاش شي رابط مشترك بيناتهم، ولاو لي زانفورماسيون كيجيو بشكل اللي هو عشوائي. وانا ما بغيناش ندخلو عاوتاني في لي ديتاي باش ما نعقدوش الامور، حيت كيما قلت لكم هاد لي غولاسيون راه كاين واحد الجبر علائقي كيتسمى ريليشنال الجبرا اللي كيشرح ولا اللي كي يعني كي كي يعني كي يشرح لينا هاد لي غولاسيون ما بين لي طابل بالماتيماتيك، يعني بالرياضيات. حنا ما بغيناش ندخلو في هاد الامور هادي. دونك الحل شنو هو؟ غير خصني شي طابل اللي يكون وسيط ليا ما بين كليون
وفاكتور باش نقدر نجيب له النوم ديال الكليون والبرينوم. اذا الحل اشنا هو؟ غادي يكون هو لطاب ديال شكون؟ ديال كوموند. اذا هنا غادي خصني كوموند، لكن انا عارف هنا دابا الا درت اكزيكيوتير باقي غادي يوقع واحد الخطا، علاش؟ لان مازال ما تربطش العلاقه ما بين كليون وفاكتور، حيت يلاه لقيت واحد الجزء اللي هو كوموند. الا درت اكزيكيوتي يعني باقي نفس المشكل، دونك غادي خصني حل اخر اللي هو نكمل العلاقه باش توصل، باش يكون واحد الصله توصل بين كليون وفاكتور واخا بطريقه غير مباشره. هنا الجزء الاول لقيتو اللي هو كوموند، شي طابل اخر يكون عنده علاقه بكوموند وعنده علاقه بفاكتور. لا طابل غادي يكون شكون؟ هو ديتايد فاكتور، هو لا طابل ديال ديتايد فاكتور. اذا كما كتلاحظوا فديتايد فاكتور ها هو بينه علاقه وبين شكون؟ بين كلي كوموند، وبينه علاقه وبين فاكتور كذلك. اذا هنا غادي تكون العمليه الاولى صله الوصل يعني كاينه بطريقه غير مباشره بين شكون؟ بين كليون وفاكتور. الا درت اكزيكيتي اذا مزيان. دابا جاوني لي زانفورماسيون كما كتلاحظوا، اشكال واحد اللي بقى بسيط اللي هو تكرروا جوج ديال المرات هاد لي زانفورماسيون، تكرروا جوج ديال المرات. الحل اشنا هو؟ دونك الحل هو نخدموا هنايا بسكيل، حيت هاد لي غوكيت في الحقيقه ديال لاكسيس هادو غير كيسهل عليك شويه الماموريه، ولكن الا بغيتي دي غوكيت بروفيسيونيل فكتخدم بسكيل. وهنا باش نخدم بسكيل غادي نشوفوا شي حاجه ما شفناهاش. غادي نجي نكليكي هنا باليمين وغادي نختار فين دائما فوق لا طابل فوق لونغري اللي كتحمل سميد لا غوكيت، ونختار مود سكيل، وغادي نجي لهنا من بعد سيليكت. دابا هادي تال من بعد وغادي نشرحوها بلي ديتاي، دابا غير نتوما غادي تستخدموها. وغادي ندير واحد ليسباس وغادي نكتب ديستانكت اللي كتعني يجوني لي زانفورماسيون ولكن غير مكررين، يعني كيجوني مره واحده فقط. ندير اكزيكوتي. اذا فعلا حليت هاد الاشكاليه هادي، وما بقاوش دابا كيجيوني لي فاكتور يعني معاودين بزاف المرات. اذا فعلا جاتني الفاكتوره اللي الرقم ديالها هو 3، والفاكتوره اللي الرقم ديالها هو 3 الا جيت لغيكلومون ما كايناش، اذا فعلا هي اللي ما اللي ما اللي ماشي غيكلي يعني ما تخلصاتش. انجستري نقدر ندير هنا 20 انجستري. اذا تقريبا هادشي اللي كان في هاد الحصه اليوم ان شاء الله. بالنسبه لهاد الفيشي هذا غادي نخليه في الديسكريبسيون في تيليشارجمون، ممكن تيليشارجيو وكذلك تقدروا توصلوا به من الاداره. حاولوا تعودوا هذا الشيء، وان شاء الله راه غادي نشوفوا كذلك حتى السكيل، وغادي نشوفوا حتى لي فورميلير من بعد ان شاء الله.